الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، إرث تكلمنا عنه الأسبوع الماضي وانتهينا من الخريطة الأسبوعية الماضية، نأتي إلى هنا. الإرث حتى نتكلم عنه وندخل بعد ذلك في أقسامه، له أركان وله شروط وله أسباب وله أقسام. الأركان، أركان الأضلاع ثلاث أضلاع، أركان الإرث ثلاث أضلاع. ضلع الأول المورث ولا المورث؟ المورث، صح. ضلع الثاني الوارث. ضلع الثالث الموروث. هذه أركان الإرث. المورث هو صاحب التركة. صاحب التركة لابد أن تتوفر فيه شروط حتى نأخذ ماله. هذه الشروط: واحد، الموت حقيقة، دين حكما. يبقى حتى يتسنى لنا أخذ المال، رجل عنده خمسة أولاد وعنده تركة، والأولاد ينظرون للتركة، كل منهم في إعاز أو إعواز، يريد هذا المال، فينتظر موت الوالد ليأخذ المال، ما يستطيع أن يأخذ المال حتى يموت هذا الوالد. يبقى إذن المورث يموت حقيقة، حقيقة معروفة، حكما هذا حكم به الصحابة، أن يفتخر يذهب مثلا في سرية فيقاتل ويرجع القوم ولا يرجع هو، ولا يعلم أحد من السرية أمات هو أم في حياة. كمن؟ كمثلا من؟ أحسنت، من؟ أبو ربيعة، أحسنت، لأنه ذهب مقاتلا ومضت مدة كبيرة جدا حتى رجع. فالصحابة حكموا 3 سنوات أو 4 سنوات، هذه مسألة ليس التفصيل فيها الآن. الغرض أنهم لهم مدة معدودة ومعلومة يحكمون بموته، يعني يقولون افرضوا أنه مات الآن وورثوا الإرث أو وزعوا أو قسموا التركة. ما الدليل على اشتراط موت المورث حقيقة أو حكما؟ قول الله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد، ثم بين التقسيم. يبقى هذا أول الدليل، إن امرؤ هلك يعني مات، فإذا الورث لا يكون من المورث إلا إذا مات حقيقة أو حكما. هذا الركن الأول. الركن الثاني الوارث. والوارث يشترط شرط واحد ليستكمل الإرث أو ليأخذ الإرث: الحياة بعد ممات المورث ولو لحظة واحدة. وهذا شرط مهم جدا. يبقى إذن الوارث لا يستحق المال أبدا قط إلا أن تكون له حياة مستقرة ولو لحظة واحدة بعد موت المورث. رجل معه ابنه وكان في سفر، وكان الرجل من الأغنياء من الأعيان، وكان في السيارة فقدر الله له من حادث ليموت شهيدا، فمات الأب، وجاء الطبيب ينظر للابن فوجد فيه دقات القلب فأخذه إلى المستشفى فمات بعده بيوم. فنقول للميت الولد الذي مات له أولاد، فجاء الأولاد يسألون: هل لنا ميراث أم لا؟ اصبروا ودققوا النظر. الرجل محمد له أحمد وزيد وعمر، وسافر مع محمد أحمد فمات جميعا في الحادث. محمد مات لكن أحمد مات بعد يوم معه، وهنا هذا محمد له إيش؟ له عمر وزيد. فجاء أولاد أحمد يقولون: نريد الميراث. فماذا نقول لهم؟ لا يخفى عليكم بأن الفرع النازل الوارث لا يرث إذا وجد من هو أعلى منه. هنا الولد موجود وأولاد أحمد ولد الولد،
يعني ابن نازل ماشي والابن العالي ده اقوى منه فيحجبه. فهنا عندي الوالد له زيد وعمرو ومات احمد واولاد احمد يريدون الارث، ماذا نقول لهم؟ جاء زيد وعمرو قالوا لا ميراث لكم، قالوا لما؟ قالوا نحن اقوى منكم، نحن سنرث كل التركه بالتعصيب، نحن اولاده وانتم اولاد الاولاد. فالفقهاء الان ينبرون يظهرون يعني ايش؟ نقول لهم الارث، اي ارث؟ ها النصيب، لهم النصيب لان احمد مات بعد ابيه ولو مات قبله ليس له ميراث. اعكس المساله، سافر محمد مع ابنه احمد فحدث الحادث فمات احمد ثم مات محمد، فجاء اولاد احمد وقالوا لنا الميراث، ماذا نقول لهم؟ لا ميراث لكم. لما؟ نعم، يبقى اذا لابد يشترط الحياه ولو لحظه واحده بعد موت المورث. هذه ترد على الاحناف الذين يقولون بالوصيه الواجبه، يقولون انه لو مات الرجل وعنده ولد ولد مثلا او بنات الولد وعنده اولاد يقولون لابد في وصيه واجبه لمن؟ لاولاده الذين يعني مات الابن، يعني محمد واحمد، محمد الاب واحمد الابن. احمد مات في حياه ابيه ثم مات محمد وله مال، قالوا ابن احمد اولاد احمد لهم حق في اموال جدهم فلا بد ان ياخذوا من هذا المال، وقالوا بالوصيه الواجبه، وهذا قول الاحناف واللي بتعمل به المحاكم، وهذا مخالف مصادم للشرع، اذ الشرع يشترط في الوارث ان يحيا حياه بعد موت المورث ولو لحظه واحده. ما الدليل على ذلك؟ قد ضربنا اصلا اصيلا لا نتحرك الا بايش؟ بدليل. ما الدليل على هذا؟ الدليل الحياه. ايوه، ايش الدليل؟ الدليل قول الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم. ما الذي ادخل الازواج؟ لا، او ما ترك جيدا، نعم، لكن في امر اخر ممكن تراه. ولكم اللام، اللام هنا لام ايه يا استاذي؟ لام التمليك. اللام هنا لام التمليك، ولا يتملك احد الا وهو في حال الموت. كل المقبورين يتملكون حال الحياة، فلام التمليك لا تكون إلا في الحياة، فدي دلالة على أنه يشترط فيه الحياة لأنه لا يتملك إلا إذا كان حيا، إلا إذا كان حيا. يبقى إذن يشترط في الوارث أن يكون حيا. الركن الثالث الموروث اللي هي التركة، تكلمنا عنها وتكلمنا عن مسائل الديون التي تتعلق بالتركة وانتهينا منها الأسبوع الماضي. يبقى إذن كان أهم شيء عندنا الوارث لابد أن يكون حيا بعد المورث، والمورث يكون موته حقيقة أو حكما. يبقى الشروط. طيب الشروط احنا ذكرناها واحنا بنشرح في الوارث والمورث، ان هو الموت حقيقة والحياة لحظة، صح؟ هذا هو للتمليك لامرؤ هلك ولكم نصف ما ترك. اسباب الارث ثلاثة، النسب، النكاح او المصاهرة، والثالثة الولاء. النسب هي القرابة، والقرابة ترث بالفرض والتعصيب، النكاح يرث بالفرض فقط لا بالتعصيب. هذا الارث كالنسب، كالنسب. يعني ايه كالنسب؟ كالنسب، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الولاء لحمه كلحمه النسب. يبقى اذا اسباب الارث ثلاثه، النسب وهي القرابه، والنكاح وهي المصاهره، والولاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعطى. والولاء معناه ايش؟ رجل كان رقيقا فجاء السيد فاعتقه، فاذا اعتقه ومات السيد ولا وارث له، هذا المعتق يرث، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب. أو مات المعتق نفسه مات ولا وارث له، من يرثه؟ سيده الذي اعتقه، هذا معنى المعتق. نعم، هيرث بالضبط. افعل الولاء هكذا مثله مثل ايش؟ مثل الفرض. طب كيف مثل الفرض؟ بالتعصيب. أنا أقول لو يرث بالفرض، كيف يرث بالفرض؟ ها، هو سيرث بالتعصيب. لحديث فلأولى رجل ذكر، والأولى رجل ذكر هيكون ايه؟ المعتق لعدم وجود وارث، مفهوم؟ لأن هو الله جل وعلا لم يقسم له نصيبا مفروضا في كتابه، فسينزل تحت قول سلم فلأولى رجل ذكر، مفهوم؟ يبقى إذن النسب، النكاح، الولاء. أقسام الإرث، الفرض، التعصيب. يرث بالفرض وبالتعصيب. الفرض هو النصيب المقدر، هو النصيب المقدر في الكتاب، وهم النصف، الربع، صح كده؟ السدس، ها، الثلث، الثلثان، ها، ثمن.
كلها مجموعة في قول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد إلى آخر الآيات. يبقى إذن نصف اضرب في اثنين تحت ربع، واضرب اثنين ثمن، أدين ثلث اضرب في اثنين سدس والثلثان، نصف وربع وسدس وثلث والثلثان والثمن. يبقى هذا يسمى الفرض، هو النصيب المقدر المعلوم في كتاب الله جل في علاه. التعصيب نصيب غير مقدر، نصيب غير مقدر. وإذا بدأنا في التوريث فنبدأ بما بدأ الله به، وقد بدأ الله بأصحاب الفروض. والدليل يسيكم الله خطأ ها ولكم نصف ما ترك، لكن من الحديث الحقوا، فهذا أمر يقتضي الوجوب، الحقوا الفرائض بأهلها. وسنبدأ بأهل الفرائض ونبدأ بالمصاهرة حتى ننتهي منها، وهي الزوج. أولا الوارثون بالفرض واحد، الزوج له حالتان، الحالة الأولى عدم وجود الفرع الوارث، الإخوة تنتبه، إذا قلت الفرع الوارث فتفسيرها الابن ها وإن نزل، وهذا الفرع الوارث ذكر أو أنثى، يبقى الابن وابن الابن وبنت وبنت الابن وإن نزلت. دققوا حتى لا أخطئكم في المسائل. يبقى إذن الحالة الأولى عدم وجود الفرع الوارث، والفرع الوارث ابن أو ابن ابن أو ابن 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 وإن نزل، بنت أو بنت ابن أو بنت ابن 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 بنت الابن هي اللي تبقى أصلا الوارثة، وإن نزل هذا الابن بنت ابن 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 الابن بنته ثالث، طبعا اعترف بشروط كما بينا. يبقى إذن عدم الفرع الوارث، إذا لم يرد الفرع الوارث فنصيبه النصف. الدليل قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الشرط يأتي إن لم يكن لهن ولد، نضع الولد ده تحت خط ونقول هذا الولد عام سواء كان منه أم من غيره. يبقى قول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، سواء الولد منكم أو الولد من غيركم. لما؟ لعموم قول الله تعالى لم يكن لهن ولد، ولد هنا ايه؟ نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. إذا قال الله جل وعلا ولد وهنا لم يكن، هذه نكرة في سياق النفي فتعم كل الأولاد سواء من الزوج أو من غير الزوج. تزوجت أربعا وأنجبت من كل واحد منهم ولد، وجاءت للرابع فلم تنجب منه أحدا ثم ماتت، أراد الرجل الزوج نصيبه، قال ائتوني بالنصف، قالوا لما؟ قال لأني لم أنجب منها ولدا، والله يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وهي ليس لها ولد مني. نقول له لا، أخطأت الفهم، فإن قول الله تعالى لم يكن لهن ولد سواء منك أو من، وهي عندها ثلاثة من غيرك، فأنت ليس لك إلا الربع. يبقى إذن النصف هذا حق الزوج بشرط، وهذا الشرط هو عدم وجود ماتت امرأة عن بنت ابن وزوج وأب، جاء الزوج وقال ميراثي، أريد ميراثي، كم ميراثي؟ طيب الحالة الثانية وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث فنصيبه الربع لقول الله تعالى لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. يبقى إذن عندنا حالتان، الحالة الأولى وجود الفرع الوارث، الحالة الثانية عدم وجود. فإذا وجد الفرع الوارث فنصيبه ربع، إذا لم نجد الفرع الوارث فنصيبه. أهم ما في هذه المسألة أو أهم ما في هذا التوريث النظر إلى الفرع الوارث، النظر إلى الفرع الوارث. تفضل يا شيخ سعيد اكتب المسائل، اكتب يا شيخ. هلكت عن زوج وأب، رقم اثنين، هلكت عن زوج وابن ابن وبنت ابن، ثلاثة، هلكت عن زوج وثلاثة بنات، أربعة، هلكت عن خمس بنات ابن، خمسة، هلكت عن ثلاث بنات بنت، ستة، هلكت عن، طبعا كل ده وزوجة وإلا هي هلكة تخميلة يوز، زوجة وزوجة، هلكت عن ثلاثة أولاد بنت وأب وزوج،
اختم بالوتر بقى، هلكت عن اخت وبنت اخت وزوج وبنت بنت بنت، ما فيهاش زوجة، ما نحن نورث مين احنا؟ يعني المسائل دي كلها تخص الزوج. جزاكم الله خير، احسن الله اليكم. في اي اشكال في توريث الزوج؟ احنا بدأنا بالفروض لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب قلنا نبدأ بالمصاهرة، الزوج، الزوج له الثمن عند وجود خطأ، لا نقول الثمن، الزوج له الثمن عند وجود الفرع الوارث. إخوة الوهم أدرككم وأنتم جمع. طب يفصل بيني وبينكم، ائتوني بالدليل. أحسنتم، يبقى إذن له النصف عند عدم وجود وله الربع عند، الحمد لله. هو الفرع الوارث هو الخال أو العم. إيش الفرع الوارث؟ الابن وإن والبنت وإن نزلت، صح؟ اختلف المجلس الآن، البنت وإن نزلت صح؟ غلط، دي همهمة الفصل التي لا يمكن أن نقبلها. طيب بنت الابن وإن نزلت فيها تفصيل، وهلكت عن زوج وأب. المسألة عايزين توريث، اترك رأس المسألة الآن لأن ده سنأتي بيه إن شاء الله. نصيب الزوج في كل حالة، نصيب الزوج طالب العلم المهذب وهو يسير بكراسته وقلمه ويسير في الشارع، أوقفته امرأة عجوز توسمت فيه الخير للحياته والاستنانه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عندي مسألة ميراث أسألك. وهذه مصيبة، كل الإخوة بتمشي، يعني ما يمكن أن توقف المرأة رجلا تسأله من الإخوة وتجده يعرف أن يجيب عنها. هذه مسبة في حقنا أن يكون الأخ يعني يسير بين الناس والناس يعني تتوسم فيه الخير ولا تجد هذا الخير عنده. أوقفتك المرأة الآن وقالت بنتي ماتت وتركت زوج وأب، ورث يا ابني. وهي راحت فين؟ مين اللي راح؟ الأم. الأم كانت كريمة فأسقطت نفسها، جيد، ها ورثوا. شوف أنا أقول لك شيء سهل أنك تقول الإرث، لكن صعب أنك تطبق تقعيد علمي. ماذا تفعل الآن؟ نظرك سيكون لإيش؟ أحسنت، أول نظر هو حل المسألة، هامش أو هامش بضعه، أول النظر إلى ليه أول النظر للفرع الوارث؟ لأنه فاصل لي بين إيه؟ بين فرضين، فرض نصف أو فرض ربع، فأنظر إلى الفرع الوارث. فكان الفقيه ينظر أولا إلى الفرع الوارث فوجد زوج وإيش؟ وأب. طب الأب ده فرع وارث، أما ده إيه؟ أصل وارث. طب أنا عندي المسألة تتفرع على إيش؟ الحمد لله الفرع الوارث غير موجود. هنا طبق الآية، له إيش؟ يبقى نقول له لما؟ لعدم وجود الفرع الوارث. قالت المرأة مالي وللفرع الوارث، ما الدليل من كتاب الله؟ ها ولكم نصف ما ترك أزواجه، الحمد لله لم يكن لهن ولد. يبقى هذا التوريث الأول. طبعا الأب اترك الأب الآن. تعال المسألة الثانية، نصيب الزوج، هلكت عن زوج وابن ابن وبنت ابن في الهامش، أول النظر إلى الأصول. طب انظروا، ها هنا زوج، عندي المسألة زوج وابن وابن ابن، صح، وابن بنت، ها الزوج وبنت ابن، ماذا سنفعل؟ الزوج ماذا يأخذ نصيبه؟ ها لا يرث، يرث ما يرث؟ ها الزوج له لما؟ أحسنتم، فرع وارث، قل الربع لوجود. قالوا لا، ما نريد التعليل، نريد الدليل. هنا عندما قال الربع سأله السائل لما الربع؟ قال لوجود الفرع الوارث. قال لا، أنت لست بطالب علم، لما رتبت الأدلة ترتيبا عكسيا؟ الأصل أن تأتي بإيه؟ بالدليل ثم تأتي بالتعليل، وأنت الآن أتيت بالتعليل. قال سأقلب المسألة وأتي، وما هو الدليل؟ فإن كان لهن ولد فلكم، واللام دي لام الاختصاص، فلكم الربع، لام التمليك التي تدل على شرطية حياة الوارث بعد موت الوارث. أحسنت. المسألة الثالثة، هلك عن زوج، عن زوج وثلاث بنات، ثلاث بنات، طبعا هذه ثلاث بنات خطأ، ثلاث بنات، ورثوا في الهامش، ينظرون إلى الأصول والحواشي. طب انظروا، ها إياكم والوقوع،
الغواص الذي يقف أولا وينظر إلى الفريسة لينزل لها، فإياكم والسقوط. ما رأيكم الجانب الأيمن الآن؟ نريد الجانب الأيمن. البنت، البنت فرع دي أنثى، يعني ترث وهو يرث معها كام؟ الربع، صح؟ يبقى الزوج مع ثلاث بنات الربع. لكن جاءت المرأة قالت قفوا، هذه الثلاث ثلاث بنات لسنا منه، من غيره، حتى ولو من غيره ما الدليل؟ عموم ولد، عموم ولد منه أو من غيره. طب الحمد لله يبقى له الربع. المسألة الربع هلك عن خمس بنات وابن، هلكت عن خمس بنات وابن وزوج، يبقى زوج خمس بنات ابن، ها الزوج له لما الربع لوجود الفرع الوارد. خمس هلكت عن ثلاث بنات يبقى زوج وثلاث بنات بنت. اختلف المجلس الربع، الجانب الأيمن يقول الربع والوسط ساكت، والوسط قال نصف، واختلف المجلس في الربع. عندنا أقوال ثلاثة، ربع، نصف، ها ثمن، ملوش خالص. ها البنت ماتت، يعني هي جات لهم الاثنين، يعني سبحان الله الشهادة نزلت بهدم البيت، ماتت الزوجة والبنت معاها والثلاث بنات كانوا بيتفسحوا، فبقى الثلاث بنات وبقي الزوج. ها الربع، الثلث، السدس، الثمن، الخمسين، ها محمد الخامس هيفصل في النزاع. محمد الخامس له ايش؟ الربع. حياك الله، لما؟ ها لوجود الفرع الوارث. احسنت، يبقى اذا هي بتنظر اولا لمين؟ للاصل الوارث ولا الفرع الوارث؟ الفرع الوارث. فنظر فوجد الفرع الوارث فورثه الربع. طب المسألة اللي بعدها ايش؟ ستة، قد وقع القول. وقع والذي اوقعه محمد الخامس. قلنا في الفرع الوارث، هي دلوقتي بقت خلاص طلعنا استأسدنا، اصبروا اصبروا. طب محمد الخامس اوقعكم في الشراك، نظرنا الى الفرع الوارث فوجدنا ثلاث بنات بنت فوقعوا في الفرع الوارث، لكن نحن اشترطنا في الفرع الوارث ان هو يكون ايه؟ ها اما بينت وقلت ستقعون بنت ابن ابن ابن، صح؟ قلت بنت ابن 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 ابن، ولا ما قلت ذلك؟ بنت البنت دي رحم، رحم من أولي الأرحام فقط، ليست من إيش؟ أيوة نعم. فبنت البنت ليس لها، ما هي بنت وهي خنثة؟ ما هي بنت؟ فهمتم؟ هذا طبط المسألة. قلت يا شيخ محمد الخامس وقعكم في مستنقع عالي جدا ونزلتوا معاه، في حد قال له النصف؟ معاذ، يبقى له النصف، له النصف وليس من الربع. ستة، هلك عن ثلاث أولاد بنت، دي مهمة جدا، وأب وزوج، يبقى زوج زوج أب ثلاث أولاد، ثلاثة أولاد من هنا. النظر الأولي الفرع الوارث. طب الفرع موجود ولا غير موجود؟ موجود، يبقى له موجود، موجود لكنه غير وارث، غير وأحسنته، يبقى له النصف. سبع، هلكت عن أخت وبنت أخت وبنت بنت بنت زوج وزوج، يبقى هلكت عن ايه؟ يبقى زوج واخت وبنت اخت وبنت بنت. النظر ما يهمني الاخت، يهمني ايش؟ يبقى الحواشي، لا مش الحواشي لا تهم، الفرع الوارث موجود، موجود يعني الزوج ياخد كام؟ نصف، وبنت البنت كام عندك؟ محمد الخامس قم نستخدمك لنقع بهم. ها الآن زوج وأخت وبنت أخت وبنت بنت، نصيب الزوج. صبرا محمد الخامس، إياك أن تقول الخمس تبركا باسمك. ها زوج وأخت وبنت أخت وبنت بنت، ننظر لإيش نحن؟ الفرع الوارث. وين فرع الوارث؟ بنت الأخت. أما ليش؟ بنت البنت. بنت البنت فرع ولا غير فرع؟ ترث. كم تعطيها محمد؟ ها لا شيء، ما تعطيه شيء، الزوج طلع ببلاش. اصبروا، الزوج ما ياخد شيء، الزوج جعل الله له نصيبا النصف او الربع. النصف عند عدم وجود الفرع الوارث، والربع عند وجود الفرع الوارث. الان بنت البنت فرع وارث ولا لا محمد؟ فرع لكن غير رحم، يبقى اذا نصيبه كم؟
النصف. احسنت يا محمد، جزاك الله خير. ايش تو انا نبدل ليه من ايه قال تبدل؟ طب نعملها لك مساله ثانيه، لكن خلينا في ديت يعني عشان ما تتعبنيش، نمسح دي ونكتب كده بس. طيب حاضر، اهي ابن ابن هنا له النصف، ابن الابن في الدايره بنت البنت. طيب نص في اصل المساله، تعال عند الاستبدال بقى. الاخ الطيب قال استبدل بنت البنت بابن ابن، استيقظوا ده ابن ابن. ها ما رايك؟ الفرع الوارد هو الابن ذكر انثى، وان لو حتى لتحت السادس صح، يبقى ابن الابن يحجب الزوج من النصف الى، يبقى نصيبه اصبح الربع لوجود الفرع الوارد. فهمنا؟ في اي شيء ثاني؟ ما تنام اليوم اذا كنت زوجا الا وتاخذ زوجتك غصبا عنها، زي ما كان يفعل الزهري. الزهري كان يقيم الجارية ويقول اسمعي حدثني فلان عن فلان، وهي بتنام لا تنامي، فانت خذ المرأة واعطيها المسألة، مات عن كذا مات عن كذا لغاية ما يتموتك ان شاء الله بالفعل، فتموت شهيدا. الغرض المقصود ان تدرب نفسك تمرسا في اكثر من مسألة، خذ المسائل كلها او انت اصنع مسائل وحلها، تصبح متقنا في توريث الزوج حتى نصل الى التوريث الاخر. يبقى اذا توريث الزوج انتهينا له حالتان، حالة الاولى وجود الفرع الوارث يأخذ الربع، عدم وجود الفرع الوارث يأخذ النصف. موانع الارث عشان ننتهي ثلاثة، هي ستة لكن نحن يعني بالايجاز لا نتوسع حتى اصول المواريث تكون عند الاخوة. ثلاثة متفق عليها بين الائمة، الاول الرق، الثاني القتل، الثالث اختلاف الدين. طيب نقول الارث الحكم قاعدة عريضة في كل أبواب الفقه، الحكم ليتواجد لابد له نقط، اكملوا توفر وانتفاء. طيب توفر الشروط، كان زوجا والزوج يرث زوجا، كان زوجا فتوفر الشرط بالمصاهرة سيرث، لكنه رأى في امرأته شرا فقتلها ليأخذ المال وقال ائتوني بنصيبي، قد توفر الشرط لأني زوج. ولما قتل زوجته قال القاضي الفقيه قد جاء الشرط لترث، لكن جاءنا مانع يمنعك وهو القتل. طيب يبقى إذا أي حكم لابد من توفر شرط وانتفاء موانع، هذه الموانع تمنع لمن استحق الميراث أن يرث. من هذه الموانع الرق، طبعا الرقيق هو الرقبة تكون هذه إذلال لكافر أذل نفسه وعبد الشيطان دون أن يعبد الرحمن، فجعل الله المسلم عليه سيدا، فهو تقييد لحريته من أجل كفر. وطبعا هذا خلاص انتهى في هذه الرسول، لكن نحن أيضا نشرحها حتى يعرف الإخوة. الرقيق ليس لهم تمليك، ليس لهم ملك، ولذلك ليس لهم ميراث، تفريع على اليد أو الملكية، فالعبد ليست له قوة ملكية ولا يد ملكية. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا فماله، يعني مال من العبد، فماله للبائع لأنه ليس له يد ملكية لا يملك، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فالعلماء فهموا من ذلك أن السيد العبد لا يمتلك شيئا، فإذا كان الإرث مات مثلا أبوه كان كافرا وفر من المعركة ثم أسلم، ابنه كان صغيرا فكان في السبي فأصبح رقيقا فأسلم، فمات الأب المسلم والعبد هنا المسلم يريد الميراث، فسأل أأخذ الميراث؟ قلنا له لا لا تأخذ الميراث. لما؟ لأنك ليست لك ملكية، هذا المال سيخرج عن يدك إلى سيدك فليس لك ميراث. يبقى من موانع الميراث الرق، والدليل كما قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. الثاني الاختلاف في الدين، أسلم السبي أسلم وأبوه كان على الكفر ما أسلم، ومات الأب فجاء المسلم وقال أنتفع بالمال الذي تركه أبي وإن كان كافرا، نأتي ونقول لا هناك مانع يمنع، مع أن الشرط توفر هو فرع وارث، لكن نقول المانع جاء وقال لا ترث. ما هو المانع؟ اختلاف الدين. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، فجاء النص النبوي فمنع المسلم أن يرث الكافر. الكافر له أحوال ثلاثة، كفر ظاهر
كفر باطن ردة، صح؟ ده الكفر. كفر ظاهر فنقول الكفر الظاهر لا يرد، مش ممكن يرث الكافر من مسلم. اعكس، ها، والكافر لا يرث المسلم بحال من الأحوال. لو كان الابن السبي هو الكافر وأبوه كان مسلما ومات لا يرث الابن شيئا، يبقى الكافر بالإجماع لا يرث المسلم. اعكس، المسلم هل يرث الكافر؟ الأئمة الأربعة على أنه لا يرث، ورواية عن أحمد أو نقول شيخ الإسلام تماما يرجح أن المسلم يرث الكافر، ونظر فيها للمصلحة. نعم، لا ما فيش إجماع. قال يرث المسلم الكافر من باب المصلحة، من باب المصلحة انتفع المسلمين. ونقول هذا كلام من الخطأ بمكان. لما؟ إذا جاء الشرع بطل، بطل نهر معقل، بطل الاجتهاد، لا اجتهاد مع نص، فهذه مصادمة صريحة للنص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، يبقى اختلاف الدين يمنع الإرث. هنا كفر ظاهر أورث، كفر باطن، وهو الكفر الباطن إيش هو؟ النفاق، اللي هو النفاق الاعتقادي. إن كان منافقا فله حالتان، نفاق ظاهر ونفاق باطن. نفاق ظاهر كما أظهره هؤلاء لما تكلموا على أصحابة رسول الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرغبوا بطونا وأجبنوا عند اللقاء، فهؤلاء أظهروا نفاقهم، فلما أظهروا نفاقهم لصق فيهم الحكم. قال الله تعالى لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا كان نفاقا ظاهرا أخذ حكم الكافر ولا يرث ولا يورث. إن كان نفاقا باطنا يعني لم يظهره كعبد الله بن أبي بن سلول مثلا، ما أظهروش بصفور، فنقول حكم حكم المسلم يرث ويورث وحسابه على الله جل في علاه. الثالث الردة، هذه الردة فيها اختلافات كثيرة، والصحيح في الردة لا يرث المسلم قريبه المرتد، لا يرث بحال من الأحوال إلا إذا أسلم قبل أن يموت أو قبل أن يقتل، فهذا يرث، فالردة كفر فلا يرثه. الثالث إيش؟ القتل. القتل مانع من الإرث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدليل في سنة أبي داود لا يرث القاتل شيئا، الدليل لا يرث القاتل شيئا، والقتل قتل عمد وقتل قتل. اتفق أئمة العلم، اتفق أهل العلم على أن القاتل عمدا لا يرث بالأثر وبالنظر. أما بالأثر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا، وأما بالنظر فمن مقاصد الشريعة حفظ الأرواح. وإذا قلنا بأن القاتل يرث فهذه فتح باب لإيش؟ لشر مستطير. كلما أراد الولد أن يأخذ من مال أبيه مالا، الأب يقول لا، لا تأخذ، أنت سفيه، لا تستطيع أن تنفق المال في بابه أو في أحواله الصحيحة. فيقول الولد إن الولد يرث الوالد، فيذهب فيقتل والده، فهذا سيفتح باب للشر المستطير ولقتل كل مورث. فبالإجماع أو نقول بالاتفاق القتل العمد يمنع من الإرث. الثاني قتل الخطأ، اختلف العلماء فيه على قولين. قول الأول جمهور أهل العلم قالوا بالعموم. يعني إيه بالعموم؟ بعموم لا يرث القاتل سواء خطأ أو عمد. وجاءت المالكية فقالوا لا، إن قتله خطأ يرث، وإن قتله عمدا لا يرث. قلنا خصصتم بلا مخصص، كيف تفرقون؟ قال نفرق بالأثر وبالنظر. أما بالأثر فهو انتصر له ابن القيم، وهذا لابد أن يراجع، بأن النبي صلى الله عليه وسلم استفتي، يعني سئل من فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة سألته قتلت زوجها خطأ فقال لها الإرث في ماله وليس لها الإرث في ديته، هي عليها الدية أصلا، فجعل لها الإرث في المال ولم يجعل لها الإرث في الدية، وقد قتل قتل خطأ، فقالوا هذا من الأثر. ومن النظر نحن نقول القاعدة عند العلماء من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فننظر في حاله، هل تعجل الميراث؟ ها؟ هل تعجل الميراث؟ ما تعجل ولا يقصد بحال من الأحوال ولا جرى في ذهنه أن يرث. فإذا قدر الله جل وعلا قدرا محضا أن يموت ويكون السبب هذا الرجل، إن كان مثلا نام فكان بدينا فوقع على أبيه فأماته، فنقول هذا قدر محض وهو لم يتردد في ذهنه الميراث بحال من الأحوال. فنقول إذا كان القتل خطأ فله أن يرث بالنظر، لأنه لم يقصد قتله ولم يتعجل شيئا قبل أوانه. صراحة هذا القول له حظ كبير جدا من النظر، لكن الأسلم والأحوط حتى لا
يفتح الباب وتتخذ ذريعة أن نقول القاتل خطأ أو عمد ليس له ميراث، من باب سد الذرائع وحسب المادة مادة القتل، وهذا الراجح الصحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.